والتحية خاصة خاصة لأبطال معركة جبل موية الأوفياء الأسود اللي استشهدوا غدرا وضربوا غدرا من دولة مصر بالطيران المصري الغادر. ولكن سكتنا كثير جدا، قلنا جماعة النادي يصحوا ويتراجعوا، لكن للأسف الشديد هم يوم متمادين والآن هم خشوا في المعركة. أكيد إنه الإمارات هي دخلت بدخول عسكري واضح ذات الدعم السريع بمرتب من القتال، منها الأسلحة والذخائر. أسلحة والذخائر الموجودة دي كلها إماراتية، ولو يقربنا الصورة هنا يونايتد عرب إمارات أبو ظبي.